يقول تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام: ربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التعريف كل قسم يا شيخ. نعم، توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من أنواع العبادات، هذا توحيد الألوهية. وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة، هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم.